أن القوات الدعم السريع تطلع بجانب مهامها العسكرية إلى كذلك العديد من المشاريع والبرامج في إطار المسؤولية الاجتماعية، يعني نريد أن تطلعنا على هذه المجالات إجمالا. طيب بارك الله فيكم، حقيقة السانحة جميلة أنه الواحد يدي إضاءات أكثر في هذا التقرير. يمكن كل القوات المسلحة وقوات النظامية عندها أدوار إنسانية في المناطق التي تعمل فيها، يعني كل الفرق بتاعت القوات المسلحة منفتحة في الولايات المختلفة بتقدم أدوار مجتمعية وإنسانية لهذه المناطق. قوات الدعم السريع زيها وزي قوات نظامية أخرى بتقوم بأدوار مجتمعية. يمكن الأدوار المجتمعية يعني محصورة لنا في الشغل بتاع التعليم والصحة والمياه، وكذلك يمكن الخلاوي بتاخد معنا حيز كبير جدا جدا. الشريط القدام يمكن جاب لنا كمية من الأدوار المجتمعية. دور الصحة بالذات يمكن هذا العام نحن اشتغلنا فيه في ولاية القضارف، يمكن في كمية من الأسيرة توزعت للمستشفيات، كذلك في مستشفى الدمازين. المستشفى أو قسم العناية المكثفة تم تأهيله تأهيل كامل بواسطة قوات الدعم السريع من كل الأجهزة والأسيرة الموجودة، وحسي الآن برضو جاري العمل أنه يصينوا عدد 2 جهاز لمستشفى غسيل الكلى. يمكن برضو الشغل الآخر اللي احنا يمكن الناس بتركز فيه والتعليم. التعليم يمكن أهم حاجة كان هذا العام الامتحان تاع الشهادة السودانية في ولاية جنوب دارفون، خاصة المناطق المتخمة لجبل مرة. كانت في مشكلة بتاع الترحيل للطلبة للمراكز المختلفة. قوات الدعم السريع حقيقة حلت هذه المشكلة، وحلت المشكلة بتاعت الإسكان بتاعتهم واللي عاش بتاعتهم في منطقة كاس وشطاية. اعتبر هذا الدور يعني ساعد انه أبنائنا في هذه المناطق انه يقدر بيئة تكون طيبة للتحصيل وكذا. في ولاية البحر الأحمر كذلك يمكن معروف ولاية البحر الأحمر واللبيط ولاية شمال كردستان في إشكالية بتاعت مياه. حقيقة الغادة الموجودين هناك يعني تمكنوا انه يزيلوا هذه المشكلة في أثناء الفترة بتاعت امتحان الشهادة السودانية وشهادة الأساس. قاموا بسقيا كل المدارس في بورسودان وعدد من المدارس في مدينة اللبيط. برضو الناس كان بتعمل في المجال بتاع التعليم بالخلاوة، خلاوة متعددة يمكن الناس قاعدة تدعمها من ناحية مأكل ومشرب ومن ناحية نواحي مادية مختلفة، خاصة برضو في ولاية غرب كردفان. يعني سعادتك تحدث عن الدور الصحي للدعم السريع، يعني ودوره في 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 العملية الصحية في البلاد. جائحة كورونا واحدة من الكوارث الأساسية يعني يمكن التي تطلب جهد كبير، يعني دور الدعم السريع في هذا الجهد حقيقة برضو زي ما نقول كل السودانيين تضافرت جهودهم في دحر هذه الجائحة، وهي ما زالت مستمرة والناس تعايشت معها فعلا. قوات الدعم السريع حقيقة برضو قدمت عدد كبير من القوافل لكل ولايات السودان اللي يعتبر انه وصلت، لكن اكبر قوافل يمكن اتحركت تم تدشينها في الساحة الخضراء او ساحة الحرية. يمكن كانت اكبر القوافل اتجهت لاربع ولايات في وقت واحد. قواتنا الموجودة القطاعات المختلفة برضو كانوا بتقدم الدعم لإصحاح البيئة، المطهرات، التوعية، حق التوعية الإعلامية بالنسبة للناس. جائحة كورونا حقيقة بتحتاج إنه وقفة كبيرة. حتى نحن في المستوى الأفرادنا الناس برضو بتقوم بشنو؟ بتقوم بتطبيق كل البروتوكول بتاع مكافحة جائحة كورونا. نعم، يعني يمكن ما تقوم به القوات الدعم السريع يعني واضح من تسيير قوافل ودعم للتعليم وكذلك تأمين للموسم الزراعي والصحة بشقيها البيئي وكذلك المرضي، يعني كيف يمكن تطوير هذا الجهد حتى يمكن أن يصبح شراكة بينكم وبين المجتمع؟ حقيقة احنا نصبوا انه نوصل كل ما لدينا وخدمة هذا الشعب الكبير، الشعب العظيم، الشعب السوداني. متى ما وجدت سانحة انه احنا نقدم فنقوم موجودين في الميدان دائما. ببشر الناس انه احنا بنخطط قبل العام، بنرفع الخطة بتاعتنا للأشياء المجتمعية كلها يتم التصديق عليها بواسطة السيد القائد، وبعد ذاك الناس بتشوف شنو وين الاحتياج في اي ولاية. الناس بتقدم هذا الاحتياج في كل المجالات اللي نحن ذكرناها. نعم، هل أعطيتم كل الولايات أم جلها؟ أنا بقول كلها.
نعم بقول كل ولايات السودان. نعم امسين ضربنا مثل حسي ولايه البحر الاحمر. نعم ولايه القضارف وكسلة حتى انه مشينا وصلنا لطوكر ومرافيد. ولايه النيل الازرق وصلنا لغايه اولو. نعم ولايه كردفان كلها عندنا فيها شغل في شمال كردفان غرب كردفان، وعندنا شغل بتاع عوده طوعيه في ولايه جنوب كردفان. ولايات دارفور الخمسه حقيقه كلها وصلنا. ولايه الشماليه ونهر النيل اللي احنا اشتغلنا فيهم شغل في جائحه كورونا كبير جدا جدا، وعندنا فيها شغل بتاع بناء بتاع مدارس. ولايه الخرطوم قد تكون هي شالت. نعم الشغل. نعم جل العمل في ولايه الخرطوم. نعم يعني نرجو ان يتواصل هذا الجهد الكبير يعني للدعم السريع باذن الله تعالى. نعم. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد الركن جمال جمعه، اشكرك جزيلا. في بارك الله فيك واشكرك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك.